في العام الاغلب ريال مدريد والبرسا، والان ريال مدريد يهاجم، والان مسعود اوزيل يسجل، والان النتيجه تصبح 6-0. لا اقول رصاصه الرحمه، ولكن اقول انها مجزره نصبها او سرك اقامه ريال مدريد على حساب ضيفه المسكين، ضيفه المتواضع راسينغ سانتاندير الذي تثخن شباكه بسداسيه حتى الان دون رد. تونيو لا حول له ولا قوه، ومسعود اوزيل يشكر الله ويحيي الجمهور ويسجل هدفه الثاني هذا.